نتكلم فيها عن حاجة تقريبا كلنا بنمر بيها وأكيد ضايقتنا في حياتنا كتير. الفترة دي هنتكلم فيها عن الحسد. الحسد ده أكتر حاجة ممكن حقيقي إنها تدمر إنسان، والناس اللي بتحسد ما بتبقاش متخيلة إن ربنا وزع كل حاجة، كل واحد ليه 24 قيراط، ربنا مدي كل واحد ال 24 قيراط بتوعه مختلفين عن التاني، لكن في النهاية كل واحد واخد ال 24 قيراط بتوعه كويس جدا. ممكن ربنا مديك انت ال 24 قيراط بتوعك الصحة أعلى، شغلك كويس، عندك حاجات تانية فيها مشاكل. ممكن ال 24 قيراط يكون عندك أولاد، في ناس تانية ما بتخلفش، عندك شغل ناجح فيه بس عندك مشاكل مثلا في حياتك، سعيد في حياتك بس عندك مشاكل في صحتك، عندك أسرتك، لازم هتاخد ال 24 قيراط بتوعك. لكن الناس للأسف مش بترضى باللي ليها ودايما بتنظر، بص ده شغال، بص دي عندها ولادها كويسين، بص. طبعا كل ده هنتكلم عليه باستفاضة مع فضيلة الشيخ محمد حسن أبو مسلم اللي هيكون ضيفنا النهاردة وهيكلمنا عن الحسد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، الله يكرمك، نورتنا النهاردة في حلقتنا، جزاكم الله خير، ونتمنى أنك تكلمنا عن الموضوع بتاع الحسد. بإذن إيه الله. هو الحسد وما هو الفرق بين الحسد والعين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. عباد الله، إننا نتحدث أيها الإخوة المشاهدون في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى وقفة، وانتشر في هذه الأيام للأسف الشديد. فالحسد هو تمني زوال نعمة الغير، والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، فلا بد من كل إنسان أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. هي نعمة ساقها الله تبارك وتعالى لفئات من الناس، فهو قادر على أن يغنيك مثله، ولكن في تقدير خلق الله عز وجل أو مقادير الله تبارك وتعالى لها حكمة، فإن أعطى فلحكمة وإن منع فلحكمة، فما علينا إلا أن نسلم الأمر لله تبارك وتعالى، ولنعلم جميعا أنه مرض خطير وتفشى بسبب عدم الرضا، عدم الرضا على الله تبارك وتعالى، والتسخط على ما كتبه الله تبارك وتعالى. بالظبط، يعني ممكن مثلا تلاقي واحد يقول لك بص ده يا عم معاه فلوس قد ايه، بص دي مرتاحه في عيشتها، ده جوزها مريحها مثلا، بص دي مخلفه اولاد، بص ده بيقبض بمرتبه، وهو ما يعرفش الوضع اللي نعم. هو ممكن يبقى عايش فيه. وفعلا ممكن تلاقي الشخص يعني حاله يقف نعم. وتلاقي حصل له مشاكل في حياته يعني هذا الأمر أو تلك الصفة أساسا من صفات اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد صفة من صفات اليهود، والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في آية أخرى فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. فالأمراض أو المعاصي فيها لونين، لون ظاهري ولون باطني. اللون الظاهري هو الذي يعاينه الناس ويراه، يراه جميع الناس، ألوان المعاصي المنتشرة للأسف في بلاد المسلمين، فهذه يؤاخذ الله تبارك وتعالى بها العبد لا محالة إن لم يتب منها، وأمرها يعتبر أمرا هينا، بمعنى أن الإنسان إن أقلع عنها فالله تبارك وتعالى يبدل هذه السيئات بحسنات إن عمل عملا صالحا. هذه أمور ظاهرية، معاصي ظاهرية، وفي ألوان من المعاصي الباطنية، والله تبارك وتعالى خاطبنا بقوله فقال اتقوا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم كما قلت المعاصي الظاهرة، وباطن الإثم من هذه الحسد، مرض قلبي
لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فما على العبد إلا أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فليتنحى عن هذا الداء العضال وهذا المرض الذي به يدخل الجمل في القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق تدخل المعيون أو الإنسان المحسود في القبر، وتدخل الجمل تتسبب في وفاته، وممكن الجمل الذي وصفه الله عز وجل بالقوة فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فأيضا يدخل القدر فيطبخ ينطبخ في الإناء بسبب إيه؟ بسبب العين. فهذه صفة ذميمة لا ترضي أحدا من خلق الله عز وجل. فالحاسد في بادي الأمر ينظر إلى الذي يحسده فيغتم، ليه؟ لأنه يستكثر عليه نعم الله تبارك وتعالى. الحسد ده بيأثر على الشخص نفسه، بياخد من طاقته الإيجابية للأسف، بيأثر عليه قبل ما يأثر على الشخص اللي بيحسده. تمام، هو يعيش في غم وهم، لماذا هذا وصل إلى ذلك وأنا كنت المفروض أكون مثله. فيكفي الحسد كما قال العلماء أنه مغتم ويعيش في كرب بسبب أنه لا يرضي أو لا يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. احنا بس هنستأذن عشان في الكنترول بيبغوني، هنخرج فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا عن الحسد. نعم، تفضل، بارك الله فيك. رجعنا بعد الفاصل ونستكمل بقية حلقتنا مع فضيلة الشيخ محمد حسن أبو مسلم عن الحسد. خليني أسأل حضرتك، أنا إزاي أعرف أني ممكن أكون مريضة بالحسد؟ نعم، يعني بالنسبة لأعراض الحسد، الإنسان تجده مغموم دائما ولا يعيش في السعادة، وتجد أنه إذا قرأ عليه القرآن ينقبض قلبه ويبكي، وإذا ذكر بالله تبارك وتعالى تجد في ذلك الوقت أنه يسرح مع ذكر الله تبارك وتعالى. ده المريض يعني المحسود ولا اللي بيحسد؟ لا، المحسود. إنما الحاسد تجد أو الحسد يصدر من الصالح والطالح. يعني ممكن أكون حد كويس بس بحسد عادي. نعم، لأن العين حق. العين أنا حق. أنا إزاي أعرف إن أنا ممكن مثلا يعني في واحد مثلا يقول لك لا ده عيني مش مدورة والكلام ده؟ نعم نعم، هو ليس المقصود بذلك أن العين ذاتها، ولكن الإنسان إذا لم يبرك على الشيء فربما يصاب ما نظر اليه. ولذلك قبل ما اقرا يعني او اشوف حاجه او ايه اعمل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هذا هو ما علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هل تبركتم حينما اتى احد الصحابه رضوان الله عليهم ومعهم سيدنا سهل ابن حنيف. الصحابي الجليل هذا كان جسده جميل أبيض، ومن شدة البياض كان عامر ابن ربيعة كان يحسد ومشهور، فنظر إليه فقال حينما رآه بجسده فقال: لقد وجدت شيئا اليوم ما أجمله. فيقولون بعدها أغمي أو أغمى على سيدنا سهيل. نعم، فأخذوه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: حدث كذا وكذا. فقال: هل تبركت
اغتسل أو توضأ لأخيك. يعني يجب على الإنسان إذا شك في أن إنسان هو الذي حسده أن يدعوه لكي يغتسل أو يتوضأ ويأخذ هذا ماءه ويتوضأ المحسود بهذا الماء. يمكن الموضوع ده حالين هيبقى صعب شوية عن الناس، سيحدث إيذاء ونفرة كثيرة وربما أنت بتقول إن أنا بحسدك شجار ونعم ويقول يعني عارف يا شيخنا لما حضرتك بتيجي تتكلم مع حد مثلا تقول له يا أخي ده السم في اللسان، يعني نعم قول بسم الله ما شاء الله، يقول لك هنا أنا بحسدك على إيه، ده أنا نيتي صافية، أنا مش قصدي حاجة، ده أنا بتكلم عادي والله. بالتقيق إن هو يعني هو للأسف عدم المحبة والمودة بين الناس يحدث فيها أكثر من ذلك، لأن الإنسان يتمنى لأخيه ما يتمناه لنفسه، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حب لأخيك ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الناس اللي بتبالغ في رد فعل الحسد، يعني مثلا تلاقي لا ده أنا ما بخرجش ولادي عشان بخاف يتحسدوا، لا ده انا مثلا ما ده الولادي على طول عيانين علشان ايه العيال فاشلين في المذاكره عشان يحدث نعم، ولكن للاسف هذا يجعل العبد يتواكل ويجلس في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعكس ذلك، فقال يجب علينا ان نتوكل على الله تبارك وتعالى وناخذ بالاسباب ونحصن اولادنا. يعني أين نحن من أذكار الصباح والمساء والأوراد الموجودة في كتب السنة من ضمن الأذكار أعوذ نعم في يعني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة، نعم كان يعيذها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، أعوذ برب والمعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا نظرنا إلى كلمة قول الله عز وجل آية ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أنا أستعيذ بالله عز وجل من كل حاسد إذا وقع علي الحسد، لكن هاش دعوة بالخرز الزرقاء واللي بيعمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق فقد أشرك. ليه؟ لأنه هذه التي تعلق لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل يتحصن بالتحصينات الأوراد المشروعة المذكورة في كتب السنة وقراءة سورة البقرة دائما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البقرة قراءتها بركة وتركها حسرة ولا يستطيلها السحرة، يعني لا يستطيع أحد أن يؤذي أي إنسان قرأ سورة البقرة. وأيضا شيء مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم وضحه فقال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته في شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان إذا قام واستيقظ من نومه فصلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل. فورد في الأثر أن أحد الصحابة أراد أن يقتل إنسان فسأله هل صليت الصبح اليوم؟ فقال نعم، فامتنع عن قتله. لماذا؟ لأنه قال هو في ذمة الله، كيف أغفر ذمة الله؟ يعني أنقض العهد مع الله تبارك وتعالى أنه في رعاية الله عز وجل. فذا برضو أيضا إن نأخذ بالأسباب ونحافظ على الصلاة في جماعة خاصة في صلاة الفجر. طيب يا شيخنا في برضو يعني حاجات الواحد ما بيبقاش عارف يتصرف فيها إزاي، يعني مثلا في آية بتقول أما بنعمة ربك فحدث. نعم. فالناس بتحب مثلا لو نجح في شغله ينزل صوره على وسائل السوشيال ميديا. نعم. لو مثلا عنده نعمة اشترى حاجة جديدة عربية بيت بيحب ينزل الصور. هذا للأسف مما عمت به البلوى في ديار المسلمين. تجد أن الإنسان إذا حدث له شيئا هو يفرح بهذا الشيء فيريد أن يشارك إخوانه حتى يستأنسوا ويباركوا له، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صاحب نعمة محسود.
فاستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. يعني احنا مش عارفين ده يعني نكتم ولا نتحدث بالنيابة. الاصل ان احنا نكتم هذا الامر حتى ينجلي ويتم، حتى يعني لا يصاب الانسان بالعين. والحاسد هو يقول انا افضل منه، هو عنده بغضاء و يعني معصية الحسد اول من عصي بها او اول من عصى الله عز وجل بها ابليس. الحسد والكبر، قال الله عز وجل انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه معصية أيضا حدثت بسببها قتل، أول جريمة قتل على وجه الأرض قابيل وهابيل أولاد سيدنا آدم عليه السلام، بسبب إيه؟ بسبب الحسد، وأنه لم يرضى بما كتبه الله تبارك وتعالى له. وأيضا سيدنا يوسف عليه السلام حينما قص رؤيته على أبيه، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كان السبب إيه؟ أو كانت النتيجة إيه؟ مش هيحسدوا فقط، ده أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن ينتقموا. قالوا لا، يوسف أحب إلى أبينا، أبو يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إنا إذا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يعني يخل لكم وجه أبيكم. يعني العين توصل البني آدم للخطر، يعني سواء بقى بأن الشخص يكيد له أو أنه ممكن يعني يديله عين كده زي ما نعم يجيبه الأرض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك، كل ذي نعمة محسود. وإذا نظرنا أيضا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا كان يلقب في قومه بالصادق الأمين وكان محبوبا، ولكن لما أمره الله عز وجل بأن يجهر بالدعوة نادى بأعلى صوته وقال يا بني فهر يا بني عدي، خرج من خرج وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كاذبا قط، أنت الصادق الأمين. فقال إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد، قال هذا الأمر جمعتنا، احنا عارفين أن أنت رسول الله، ولكن هذا الأمر وعمل اجتماع وتجمع الناس وتخبرهم، احنا عارفين هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم عارفين أنه رسول الله، ولكن الحسد هو الذي جعلهم لا يؤمنون برسول الله. بنو هاشم كانت تسقي والحجيج وكانوا يقومون على خدمتهم وفي هذا شرف عظيم، فهم قالوا يعني خرج منهم نبي فحسد قريش حسدت بني هاشم على ذلك. طيب حضرتك شايف يا شيخ احنا دلوقتي لو حد بقى مريض بالحسد او حد خلاص اتحسد، هو ممكن يعمل ايه علشان يعني يقوي نفسه او يحاول يقلل من ال نعم بارك الله فيك. بالنسبة لعلاج الحسد معروف الرقية الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الفاتحة فهي الشافية المنجية. فلقد قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم، فهي شفاء لكل دواء. فالإنسان يقرأ الفاتحة ويقوم هكذا يضع كفيه ويقرأ فيهما الفاتحة وينفث إذا أراد أن يرقي نفسه. ينفث يعني ينفخ فيه؟ ينفث في يده بقراءة الفاتحة وبأول سورة البقرة، خمس آيات من أولها وأواخر سورة البقرة، وأيضا آية الكرسي مهمة جدا فإنها حرز له من الشيطان، والمعوذتين
أو أيضا في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الرقية الشرعية، الرقية الشرعية التي تكون بصوت عالي، حتى إذا أتى إنسان لكي يرقي فيجب عليه أن يجهر بالرقية حتى لا يدخل في رقيته في سره طلاسم وأشياء لا ترضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا سحر أو حدث له عارض عين أو غير ذلك فليتوكل على الله عز وجل ويطرق باب علماء السنة الذين يرقون بكتاب الله عز وجل بالأوراد أو بالأذكار المشروعة. أما الطلاسم والسحرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فيجب علينا أن نتحرز من ذلك ولا نذهب إلى السحرة البطلة الذين هدفهم الأساسي نشر الشر في بلاد المسلمين من ربط الإنسان ومن صده عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعني يجعله يلتبس به جن ويمسه جن حتى يذهب إليه ويقوم أيضا بإخراجه منه إلى غير ذلك. هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى، إنما الرقية الشرعية هي علاج الإنسان، علاج الإنسان بالأذكار التي قلناها وأعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس إذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، إلى غير ذلك من الأدعية. ودائما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ودائما يقول توكلت على الله عز وجل، لا منجى منك إلا أنت، هكذا. يعني دائما يحافظ أيضا على أذكار الصباح والمساء، مهم جدا. ليه؟ لأن يكفيك في أذكار الصباح والمساء أن تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، هذه تكفيك في يومك وفي ليلك. طيب وإن الناس بقى تمسح بيتها بمية وملح والكلام ده، هل الكلام ده صحيح؟ يعني هذا من العادات التي انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لها مصدر أساسي وليس لها ليس لها مرجع أساسي. إنما الإنسان يجب عليه أن يطرق الباب الذي به الدليل. ويعني أنا أريد بس أعلق في قصة لا يعني لا تتجاوز دقيقتين بالنسبة لخطورة الحسد. يقول أبو نعيم في كتاب الحلية فيما رواه سيدنا أبو بكر، كان ملكا من الملوك منذ زمن قديم، وكان مقربا له الحاجب، وهذا الحاجب كان السر معه، سر الملك معه، وكان ساعي بلاط الملك يحسد هذا الحاجب على قربه، فقال له بماذا أذناك وبماذا أحبك؟ قال بسبب أني أخلص له. فحسده، فأتى الساعي وقال للملك إن هذا الحاجب لا يحبك ويقول عنك للناس، يحدث عنك أنك أبخر، أبخر أي ذو رائحة كريهة. فقال له بماذا علمت ذلك؟ قال إن دخل عليك سيضع يده على أنفه، يعني يحط إيده على أنفه من شدة الأذى الذي يصيبه، أنت رائحة فمك سيئة. فنادى الساعي على الحاجب فدعاه إلى أكل مرقة ووضع فيها ثوم كثير. فلما أكل الحاجب من هذه المرقة فبعد ذلك نادى عليه الملك في كلام يعني أو في مأمورية. فأول ما دخل عليه الحاجب وضع يده على فمه وأنفه، ليه؟ خشت أن يصيب الملك برائحة الثوم. فاعتقد الملك أن الساعي كلامه مضبوط وأن الحاجب يكره رائحة الملك. فكتب رسالة مكتوب فيها إذا فتحتم هذه الرسالة التي يحملها اقتلوه، اقتلوا من يحملها وهاتوه لي.
فأخذ الرسالة وخرج بها الحاجب. فما إن رآه الساعي قال له ماذا؟ قال هذه الرسالة جائزتها 100,000 درهم. فقال أخذها وأذهب أنا لكي أرسلها. أنا راح أوديها أنا. فأخذها. أول ما شافوا الرسالة مسكوا الساعي وهموا أن يقتلوه، فقال لماذا تفعلون بها كذا؟ قال إنها فيها وصية بقتل. قال ارجعوا إلى الملك. قالوا ليس لنا أن نرجع إلى الملك ولا نستطيع أن نراجعه في هذا الأمر، إنه أمر منه. فقتلوه وعادوا به إلى إيه؟ يعني إلى الملك. هيصيب من يعني من حسد أو من حفر حفرة الأخير وقع فيها. نعم. فما أن حدث هذا الأمر وجد الملك جثة الساعي ولم يجد جثة الحاجب، فنادى على الحاجب قال كيف ذلك؟ ما الذي حدث؟ لابد أن تحكي لي. قال أيها الملك إنه في يوم من الأيام دعاني هذا الرجل لكي أكل عنده، فكان رائحة الثوم شديدة، فوضعت يدي على أنفي وعلى فمك خشيت أن أؤذيك برائحتي. قال اذهب، فلقد أعطيتك الجائزة التي كنت كتبت فيها في الرسالة. فأقصد من ذلك أن الإنسان يحسد وبحسده ربما يكون هو السبب لهلاك. أنا بشكر حضرتك جدا يا حضرتك، شكرا الله لكم وأفدتنا بالمعلومات. الله يكرمكم. الله يكرمكم. هنخرج فاصل قصير